السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، حياكم الله. طبعا اليوم معنا إحصائية فيروس كورونا، ولدينا أيضا مجموعة من الأخبار التي تم ذكرها على وسائل الإعلام التركية لهذا اليوم. قبل ما نبدأ الفيديو أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وخلينا ننتقل إلى طبعا أول الأخبار، وهي إحصائيات فيروس كورونا، حيث بلغ عدد إحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم 1527 حالة إصابة، بينما بلغ عدد المتوفى من الفيروس 57 حالة وفاة. إن لله وإنا إليه راجعون. وبلغ عدد المتعافي من الفيروس 1102 شخص. طبعا ولله الحمد، هاي لإحصائيات فيروس كورونا لهذا اليوم. وأيضا نقوم بالانتقال إلى الخبر الثاني، وهو من ولاية بورصة تركيا، حيث أقدم أب على إطلاق النار على ابنه وأرداه قتيلا بعد شجار دار بينهما، طبعا على شراء وعاء خاص لمسحوق البندورة، يعني دبس البندورة. أنه صار عليهم يعني بين بعضهم إشكال، وتم طبعا الأب قام بإطلاق النار على ابنه يرديه قتيلا. حسبي الله وهو نعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا بالنسبة لهذا الخبر. وقم بانتقال إلى الخبر يلي بعده، وهو الادعاء العام التركي طبعا في المحكمة الجنائية بأنطاليا، يطالب بالسجن لمدة 800 عام بحق مدرس اعتدى جنسيا على 27 طفلا في مدرسة ابتدائية سابقا في منطقة جيبيز. طبعا هاي القرار التي تم إصدار به بحق هذا المدرس، حسبي الله وهو نعم الوكيل على هذا الشيء. وقم انتقال الخبر الثالث، وهو عميد كلية الطب في جامعة اسطنبول طوفان توكيك، نتوقع موجة أخرى من إصابات كورونا في البلاد بنهاية هذا الشهر، وقد يكون الوضع في اسطنبول أسوأ، حسبي الله وهو نعم الوكيل. يعني لازم الواحد يقوم بأخذ الدقة والحذر. ونقوم ب طبعا الانتقال إلى الخبر الأخير طبعا، وهو حيث بلغ عدد وفيات كورونا طبعا في تركيا، يعني العدد الكلي 7000 بعد تسجيل 57 حالة وفاة لهذا اليوم، إنه قام يصير في ازدياد في حالة الوفاة، حسبي الله وهو نعم الوكيل. طبعا هاي الزيادات يعني بسبب عدم طبعا اتخاذ الإجراءات الصحية طبعا من قبل الناس، وعدم أخذ المسافة الاجتماعية أيضا، حسبي الله وهو نعم الوكيل. ونسأل الله تعالى طبعا الخلاص من هذا طبعا الوباء لفيروس كورونا، وإيجاد اللقاح له بأسرع وقت إن شاء الله. وعندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص أي شيء، كتبونا بالتعليقات، وإن شاء الله سوف يتم الرد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.